المهاجرين وكلنا طلاب إن شاء الله سيهتمون ويستعدون ويستعدوا أنفسنا لقبول علو أدابه ولقبول علو علومه ثم نعتذر ونستعذر بحضراتكم وسيادتكم عن سوء خدمتنا ونطلب من حضراتكم الدعاء بجدنا ومؤسس مذهبنا الشيخ محمد نصر بن طاهر. أنا ماني فيهاش واش علي مني أقلك من رزق. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كم أنا سعيد بزيارة بلدتكم وبزيارة هذا المعهد وبرؤية المسؤولين عنه وبرؤية طلابه. وبداية أيضا نقرأ الفاتحة على روح مولانا محمد زين الدين القدير ناصر الدين القدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع. ماذا في علم الله الخيرة في الواقع وقنا بالشيء وبلاش من يكنا يستغني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أوصيك بتقوى الله في سرك والإعلان واعلم بأن الله حاضر في كل مكان وإذا ينفعك الله ليس يضرك إنسان ذا التعب كل علاج وأقل We'll be right back.
طيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك. Tenggelamkanlah pandangan-pandangan manusia kepadamu dengan menyadari pandangan Allah kepadamu. Maknanya apa? Maknanya setiap kita berbuat suatu amal apapun itu, yang jadi tolak ukur kita itu adalah pandangannya Allah kepada kita. Maknanya pandangan Allah kepada kita apa? Jadi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu menoleh ke kanan ke kiri atau memedulikan pandangan-pandangan manusia. يعني كثير من العاهد يقتصر على هذه الدراسة، لكننا نريد لهذا المعهد إن شاء الله تعالى نريد له المزيد من الإبداع والمزيد من الرقي والمزيد من الحضارة والتقدم في دراسة العلوم العقلية من منطق وفلسفة وعلم كلام وعلم عقيدة ومقاصد شريعة وفقه القضايا المعاصرة وأدب البحث والمناظرة ومواجهة الحال وكيف نواجه الإرهاب وكيف نواجه التطرف وكيف نواجه الإرهاب. لابد أن يتطور أو تتطور الدراسة في العلم إلى هذا الحد. لهذا كله ولغيره عرضنا الفكرة وكان القبر